السلام عليكم تلاميذ السنه الثانيه اعدادي مرحبا بكم في فيديو جديد ديال مهاره المحاكاه كنا درنا سابقا الجزء الاول ديال المحاكاه في العمل الفني اليوم غندير معكم محاكاه مواقف اجتماعيه لحل المشكلات السكانيه كحقوق الانسان الاهتمام بالصحه البيئه الهجره السلام الطرقيه مهم الله يقدرني باش نعاون التلاميذ اللي مني هاد التعبير الإنشاء بالنسبه اللي ما شافوش الفيديو الاول الجزء الاول انا نعطيكم بعجاله تعريف المحاكاه والاساليب ديال المحاكاه لان ضروري خاص التلميذ يكون عارفه بون المحاكاه هي لغه هي مصدر مشتق من فعل حاكى يحاكي يعني راه فرق ما بين المحاكاه والحكايه يعني المحاكاه هي عمليه تقليد عمل فني او ادبي بالسير على منواله ومحاوله الاتيان بمثله او شبيه يعني كنقلدوا واحد آه نص ادبي سابق بنص ادبي جديد مثلا كما درت معكم الجزء الاول آه قلدنا النص ديال الموسيقى خدينا بعض المرادفات من النص ودرناهم في مرادفات في نص ديال التمثيل او تقمص شخصيه معينه مثلا في الأطفال عند الاطفال ملي كيقلدو طبيب مهنه الطبيب او مهنه ممرض الى اخره وغيرها من المواقف والاعمال والنشاطات الادبيه والفنيه التي تصلح للمحاكاه <applause> راه شرحت مزيان هذا التعريف في الجزء الاول في الفيديو السابق بالنسبه لاساليب المحاكاه كاين المسرح في محاكاه مواقف وادوار اجتماعيه كالتمثيل هنا كاين المحاكاه كاين الرسم في محاكاه في الرسم التشكيلي يعني الرسام يرسم صوره رسم فيها محاكاه صوره او منظر طبيعي هنا يعني كيدير محاكاة الموسيقى كذلك آه كمحاكاة الصوتية كالغناء أو أصوات آه غنائية أنغام أو أصوات غنائية في الكتابة آه المحاكاة الأدبية كنص أدبي أو سير على منوالي يعني كنقلدو واحد النص أدبي هذا درناه في الأول هذا كان خلاصة بعجالة تعريف ديال المحاكاة بالنسبة للناس اللي ما الفيديو السابق داكوغ دابا غندخلو الصفحة مئة واحد وستين هنا شو فالمو# التعبير والإنشاء هنايا المحاكاة محاكاة مواقف إجتماعية لحل مشكلات سكانية يعني هنايا غادي ندخلو في موضوع تطبيقي بغيت نوريكم هنا باش يبان لكم مزيان الكاميرا فوالا هنا موضوع تطبيقي ديال رائحه الارض كيقول لنا في هذا التطبيق اكتب موضوعا يتحاور من خلاله الاب او الابن يوضح فيه كل منهما موقفه ويعرض ادلته على ان ينتهي بتدعيم وتعزيز نفس قيم النص الوظيفي الأصلي يعني النص الوظيفي الأصلي هو اللي كان في الصفحة صفحة كان هنا هو هيا هذا هو النص الأصلي دابا هذا هو اللي غادي نخدمو به المحاكاة صفحة مية وخمسة وخمسين اذا التطبيق انا درت لكم هذا النموذج اولا قبل ما نديروا المحاكاه نحاولوا نديروا دراسه النص الانطلاق يعني النص ديال ديال سميتو اذن محاكاه مواقف اجتماعيه لحل مشكلات سكانيه بالنسبه للنص الانطلاق اللي قلت لكم وخمسة 155 ديال رائحة الأرض إذا المشكلة السكانية هذا نقاش غادي يكون في القسم الأستاذة اللي غادي معكم وغادي تحاولوا تحليل لهذا النص الانطلاق أنا سهل عليكم أولا تقول لكم ما هي المشكلة السكانية في هذا النص المشكلة السكانية هي الهجرة القروية المتحاورون يعني كتشوفوا دوك الشخصيات اللي كي ديروا الحوار كين الأب هو المعطي كين الإبن محمد الإبن مجيد والإبنة هي نجمة إذن غادي معكم الأستاذة التي واحد آخر بالنسبة للمشكلة السكانية هي الهجرة القروية متحاورون هما الشخصيات التي كيديروا الحوار المواقف يعني شنو موقف ديال كل كل شخصيه مثلا الاب عندي هنايا المعطي الاب المعطي مالو انه يعارض ظاهره الهجره الى المدينه ويدعو ابناءه على البقاء في القريه والتشبث بالارض هذا يسمى موقف بالنسبة الإبن الأكبر محمد يرغب في الهجرة لماذا؟ لأنه خوفا من المجاعة بسبب الجفاف الابن مجيد كذلك يرغب في الهجرة البنت آه الابنة يا نجمة متفقة مع الأب وتريد إرضاءه هادو لهم مواقف يعني الموقف ديالو من الهجرة دابا علاش الدليل كل واحد كل موقف يحتاج الى دليل كل موقف يحتاج الى دليل لماذا الاب يعارض ظاهره الهجره الى المدينه ويدعو ابناءه على البقاء في القريه والتشبث بالارض اذا لان الارض تمثل بالنسبه له التاريخ والهويه كذلك تربي في تربية الأبناء على الوفاء بالأرض كذلك الأرض تضمن قوت الحياة الدنيا إذا هذا هو طرح الأدلة من وجهة نظر ما من وجهة المتحاور إذا نمشيو عند الإبن الأكبر أنه يرغب في الهجرة لماذا؟ الدليل ديالو انه خوفا من المجاعه بسبب الجفاف هادو كل شيء كنلقاو في النص الاصلي كنحاولوا نديروا ليه تحليل الابن مجيد يرغب كذلك في الهجره لماذا الدليل ديالو يريد ان يرحل صوب الاماكن البعيده والمجهوله وان يعيش المغامره مثل من سبقوه من اهل القريه انه يريد ان يرحل لكي يعيش المغامره بالنسبه للنجمه متفقة مع الأب وتريد إرضاءه تالي ديالها إرضاء الأب والبقاء والتمسك بالأرض هذا تلخيص ديال النص الأصلي صفحة 155 داكو. هنا يا ندير لكم هنا صفحة باش اللي بغا عنده مقرر يمشي مباشرة صفحة 155 ما بغيش يجيني آه آه الفيديو طويل نقراه لكم ولكن راه تلامد عندهم آه نص وهذا كاين الحوار وهذا وحنا في التطبيق ديال المحاكاه خاصنا نحاولوا نديرو توظيف النص الاصلي من بعد من الاستاذ غادي تقوم بتحليل هذا النص الاصلي نحاول نديروا تصميم موضوع رائحه الارض بالنسبة لتصميم موضوع رائحة الأرض كتكون فيها المقدمة العرض والخاتمة أنا درت لكم بثلاثة بهم مقدمة كتقوم بتقديم الشخصيات الزمان مكان تحديد المشكله التي يطرحها النص والحوار حنا ماشي ضروره ان يكون عندنا هذا الموضوع ديال رائحه الارض دي الهجره القرويه يقدر يعطيكم موضوع اخر بحال هنايا في هذه الصفحه 162 كاين هنا موضوع ديال حوادث السير وكاين موضوع ديال المحافظه على الماء يعني نفس الطريقه اللي درت انا دابا غتستعملوها اه بالنسبه للعرض أتقوم بعرض أدلة الأب والأبناء على شكل حوار تنوع الأفعال يعني ماشي تبقاو تقولوا قال قال تقدر ورد وأجابة يعني كتحاولوا تنوعوا من الأفعال تخصيص كل سطر لحديث شخصية واحدة من يكون عندنا الحوار في واحد تعبير الإنشاء خاص كل سطر يعني خاص بشخصية واحدة يعني من خلطوش القول ديال واحد شخص ومن بعد نديرو فاصله وندخلو قول ديال شخص اخر احترام علامات الترقيم فاصله ونقطه الى اخره تدعيم اراء الشخصيات بالنسبه للخاتمة كتكون صغيره حتى ملخصه كنعبروا كن بها على واحد الشعور او على راي هنا يشعر الاب بالارتياح والرضا لتخلي الابن عن فكرة الهجرة القروية مهم هاد المسألة دي كتساعدنا على المحاكاة النص الأصلي يعني كيكون عندنا واحد النص كنحاولو نديرو ليه التقليد ديالو مهم أنا درت معاكم هاد هاد الموضوع بالنسبة لهنايا يعني نعود نعاود نقراه ليكم اكتب موضوعا يتحاور من خلاله الاب والابن يوضح فيه كل من موقفه ويعرض ادلته على ان ينتهي بتدعيم وتعزيز نفس قيم النص الوظيفي الاصلي اللي كاين في الصفحه 155 هنا عطاونا بعض الخطوات اللي قلتها لكم اللي درناها حنا في التصميم ايوا يقولك لك انك كيفاش دير المقدمه كيفاش دير العرض والخاتمه اذا على بركه الله المهم انا درت واحد البحث ديالي خاص ولكن ما تحاولوش تنقلو منه غير خدو منه شي بعض الجمل و, و يعني واعتمدو على نفسكم يعني ما تحاولوش تنقلو من اي موضوع تديرو كلكم بحال بحال يعني حاولوا تشاهدوا تقراو قصص تقراو مجلات تدخلوا مواعد في جوجل تستعملوا بعض الجمال اذا على بركه الله عندي النص الوظيفي لرائحه الارض موضوع الهجره القرويه بالنسبه للمقدمه ماشي ضروري تكتبوا مقدمه العرض غير انا بغيت نوريكم كيفاش ان المقدمه تحاولوا تكتبوها والعرض الى اخره بلا ما مقدمه اذا عندي هنا تعتبر الهجره القرويه دائرة الشماية تثير الجدل خصوصا في عالمنا الحالي. فهناك من يرى الهجرة كضياع للثقافة والتراث، والبعض الاخر يراها كفرصة لتحسين الوضع المعيشي والتطوير. فما هو الحوار الذي جرى بين الاب والابن حول اهمية الارض؟ مهم حاولوا تلخصوا حتى تما ما بزاف باش ما في اخطاء املائيه مهم اختصروا ديروا غير جمله باركه وطرحوا واحد السؤال يكفي العرض مهم هنا غيكون الحوار ما بين الاب والابن على ديك المشكله السكانيه اللي هي الهجره القرويه بالنسبه للاب شنو غادي يقول الاب يا بني لقد تمسكت بالأرض وتشبثت بهويتها وتراثها فلا تضيع كل الجهود وتغادرها الإب بالتأكيد أبي ولكن ما العمل إذا لم تعد الأرض قادرة على تلبية احتياجاتنا الأب يجب أن نبحث عن حلول مناسبة لتحسين الأرض وإنتاجها بدلا من الهجرة وترك الأرض للضياع الإبن لكن هذه الخطوات قد تتطلب وقتا طويلا وغير كافي لتحقيق حياه متطوره الاب هذا افضل من فقدان الارض رغم ان الحياه في القريه اكثر استقرارا الابن اجل ابي فاني قررت البقاء في القريه والعمل على تحسين ارضنا وتطويرها الاب انا سعيد بسماع ذلك يا بني فالبقاء يعني الحفاظ على الثقافه والتراث فانا فخور بك يا بني هذا العرض مهم انتما كتحاولوا ديروا افكار ديال الحوار يعني تهم الهجره القرويه والتشبث بالارض بالنسبه للخاتمه ترتفع في الورقه هذه خاتمه ان البقاء في القريه يمثل قيمه عظيمه ويجب بذل المجهود لتحسين أوضاع القرية بدلا من الهجرة لتطويرها لضمان عيش نحلم به مهم كل واحد والاسلوب الأسلوب ديالو ولا قدرتو ديرو شي أسلوب أحسن من الأسلوب ديالي علاش لا نتمنى لكم غير الخير داكو مهم هادا حاولو ت# بحالو أنا عطيتكم غير الطريقة كيفاش تخدمو هاد محاكاة النص الأصلي اللي في الصفحة ميه وخمسة وخمسين في فيديو الجاي ان شاء الله كاين كاين انشطه اخرى ك حوادث السير ندير لكم فيديو اخر وكاين موضوع ديال المحافظه على الماء كنتمنى انكم تستفدوا من هذا هذا التطبيق ديال نص وظيفي رائحه الارض تسنوني في فيديو جاي ديال الجزء الثالث محاكاة تشخيص أدوار ومحاكاة مواقف حول إشكاليات ثقافية وفنية هنا مناقشة موقفين متعارضين هذا الفيديو القادم إن شاء الله كنتمنى لكم التوفيق لما فهمش شي حاجة ولا شي سؤال تفضل اكتبوا لي في الكومنتار بالتوفيق تلاميذ